وبعد أيها المسلمون، فإن من يعش في هذه الدنيا يرى من عجائب الزمان صورا، ومن حوادث الأيام عبرا، وكلما طال به الأمد فإذا به يطوي المرحلة تلو المرحلة حتى يصل إلى الغاية التي عندها منتهى أجله وانقطاع أمله. وإنه بين ذلك ليمر بمحطات الاختبار والامتحان، فمرة ينجو ويسلم، ومرة يصاب في مقتل. وكلما كان إيمان العبد بالله أقوى كلما كان بلاؤه أشد. قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على حسب دينه، فإن وجد في دينه رقة خفف عنه، وإن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه. وما هذا الابتلاء إلا لأجل تطهير العبد من الذنوب، ولا يزال الابتلاء به حتى يأتي يوم القيامة وقد كفرت سيئاته. والفائز الحق عندها يجان الفتن وعواصف الابتلاء من قوي بالله يقينه، واطمأن قلبه لأقدار الله، وعلم أن كل شيء بقدر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وعلى تنوع الابتلاءات التي تمر بالعبد، فإنه مأمور بالصبر على كل حال، لأن بالصبر تسلية للمصاب، وتهدئة للنفوس، وبعثا للطمأنينة في قلب العبد. وإن من أعظم ما يبتلى به المرء فقد الأحبة من قريب أو صاحب، وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيبي. فإن المؤمن إن علم أنه في دار اختبار أورثه ذلك يقينا لا ينقطع. ومن ابتلي بفقد الأحبة فليعلم أن أعظم ما يعالج الإنسان فيه نفسه ويسلي فيه قلبه اليقين بأن ما قدره الله كائن لا محالة، وأنه لا يرد شيء من قضاء الله وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا علم هذا الأصل العظيم أورثه ذلك الصبر على الأقدار المؤلمة. فلعظم منزلة الصبر جعل الله تعالى لعبده هذا الأجر العظيم من ثناء الله على العبد ورحمته له وجعله مهتديا. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق الحسن الذي لا يأتي إلا بخير، وقد حث عليه بقوله وفعله وسيرته. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. فموته صلوات ربي وسلامه عليه أعظم مصيبة وقعت على الأمة. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت محمدًا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وإذا احتسب العبد الأجر ورزق الصبر فقد هانت عليه مصيبته، وإذا تذكر معافاة الله له في جوانب كثيرة من حياته حمد الله أن لم تكن بلواه أعظم. ومن علم أن الأرواح إنما هي أمانة في يد العبد، وأنها لا بد أن ترد إلى خالقها، وعلم أنه ليس بمخلد هانت عليه مصيبته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد يبكي العبد من أجل فقد حبيب ارتحل عن هذه الدنيا، ولكن أما سأل نفسه كيف كان حاله معه في حياته؟ أكان يبر أمًا وأبًا، ويصل أخًا وأختًا، ويرحم زوجًا، ويشفق على ابن، ويود صديقًا؟
أم أن العبد لا يتذكر هذه الصلات إلا في حال الموت والمفارقة؟ هل قمنا بواجب النصح لأحبتنا في حياتهم حتى إذا ماتوا وبكيناهم نبكي على فراقهم، ولا نبكي لأننا لا ندري على أي حال سيكونون في قبورهم وقد كانوا في هذه الدنيا مسرفين؟ ثم اعلموا عباد الله أن الأحبة أحوج ما يكونون في قبورهم إلى أعمال الخير التي ترفع درجاتهم وتمحى بها السيئات من صدقة ودعاء وإحسان، فلا تبخلوا بما تستطيعون. ألا واعلموا عباد الله أن من كان باكيا فليبكي على نفسه، وما رحيل هؤلاء الأحبة إلا إنذار لنا بأننا قريب عن هذه الدنيا راحلون ولهذه الدنيا مفارقون، فهل أحسن العمل؟ قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تبكي على الدنيا، وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. هل قدمنا بين أيدينا من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً في نجاتنا؟ هل سينفعنا في قبورنا دمعة تذرف أو قلب ينزف ويئن؟ لا والله، كل هذا يزول ويتلاشى وينسى، ولا يبقى في القبور إلا العمل. فهل أخذنا معنا من الأعمال الصالحة ما تنور به القبور وتوسع وتكون خير أنيس، أم لازلنا نخوض في الغفلة رجاء أن يحسن لنا من بعدنا؟ وقد لا يحسن، وقد يحسن ولا يقبل، ومن هانت عليه نفسه وضيعها كانت على غيره أهون. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يعاملنا بفضله وإحسانه، وأن يرزقنا من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. إلى الله أشكو لا إلى الناس إنني، أرى الأرض تطوى والأخلاء تذهب. وهكذا تتنوع الابتلاءات عباد الله في هذا الباب، وكل يفقد شخصا يحبه ويوده ويألفه، ولكن المصيبة العظمى هي أن كثيرا منا مفرط في حقوق أحبته في حياتهم، فإذا رحلوا عن الدنيا بكى وتألم وتمنى أن لو كان كذا وكذا. فما دمنا في زمن الإمهال، لماذا لا نحسن لأحبتنا ونعمل معهم في هذه الدنيا الذي طالما تمنينا فعله إذا غابوا عن أعيننا تحت الثرى؟